ازدانت سماء الكويت على مدى ساعة كاملة بالألعاب النارية في عرض بهيج، وذلك في ختام احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية تحت شعار عز فخر. وشارك في هذه الاحتفالية التي أقيمت على شارع الخليج العربي والتي امتدت من ساحة أبراج الكويت وحتى الجزيرة الخضراء حشد كبير من المواطنين والمقيمين الذين تابعوا عرضا للألعاب النارية مع مشاركة آلاف من طائرات الدرون، حيث شكلت بطريقة مبدعة في سماء رسوما وتصميمات فائقة الدقة لعالم الكويت بألوانه الغالية وشعار الدولة ونسيج السدو ومطار الكويت الدولي وغيرها من اللوحات الفنية، مشكلة منظرا خلابا تعبيريا عن الفرحة باحتفالات الأعياد الوطنية. فيما توسطت أبراج الكويت اللوحة الإبداعية وترصعت بصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، إلى جانب إضاءات وأنوار باستخدام أحدث التقنيات التي أضفت على المشهد سحرا خاصاً.